قتل 11 شخصا بانفجار في مدينة عفرين السورية. وقالت وسائل إعلام تركية إن الانفجار الذي وقع في أحد مباني عفرين أسفر عن مقتل 7 مدنيين وأربعة من عناصر الجيش السوري الحر المشارك في العملية التركية. كانت الإدارة الكردية المحلية بعفرين قد توعدت باستهداف القوات التركية في أنحاء المنطقة، وذلك بعد أن تمكنت القوات التركية والفصائل السورية المسلحة المتحالفة معها وبعض الفصائل الموالية لها من السيطرة على عفرين. مع إعلان تركيا دخول قواتها والجماعات المسلحة الموالية لها مركز منطقة عفرين السورية، ما زالت القصص المأساوية تخرج من قلب المدينة بين مستشفى يتعرض للقصف وعمليات نزوح وسلب ونهب لم تتوقف. تركيا التي بدأت هجومها على المناطق الكردية في شمال سوريا قبل الشهرين هددت بتوسيع نطاق عملياتها لتنتقل من عفرين إلى منبج وتل رفعت والحسكة ومناطق أخرى، بينما يقتصر دور الأمم المتحدة في متابعة عمليات النزوح التي زادت على 200,000 مدني هربوا باحثين عن ملاذ آمن من الضربات الجوية والصاروخية التركية. في المقابل تعهدت القوات الكردية بتحويل المعركة ضد تركيا إلى حرب عصابات لتصبح كابوسا مستمرا في عفرين. إن قواتنا تتواجد في كل مكان من جغرافية عفرين، وستقوم هذه القوات بضرب مواقع العدوان التركي ومرتزقته في كل فرصة، وستتحول قواتنا في كل منطقة من عفرين إلى كابوس مستمر بالنسبة لهم. وضمن سلسلة من الانتهاكات التركية في عفرين، أظهرت صور بثتها مراكز إعلامية كردية أن القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها حطمت تمثالا لشخصية محورية في الثقافة الكردية تزامنا مع عيد النوروز. رغم قرار الأمم المتحدة وقف الأعمال القتالية في عموم سوريا، إلا أن تركيا تواصل حراكها العسكري وتهدد بمواصلة اجتياح المدن السورية، غير مكترثة بدعوات المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن بضرورة التزام جميع الأطراف بالقرار.